الخبرة والخطير والهداف فراس خطيب. هذه كرة ملعوبة وخطيرة تلعب على طول وجمعة سعيد. أنت سعيد يا جمعة سعيد، أنت سعيد وأسعدت الكويت بالهدف الثاني بالتأكيد، وعلم نادي الكويت يرفع. جمعة سعيد لكن فيها أدب، فيها أخلاق، فيها فنيات، فيها عقل. لما لعبها ما راح عمل الفرحة المطلوبة لأنه كان يلعب بنادي سالمية. شوف 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 شوف، ما عمل أي شيء، فقط سجل الهدف وترك الأمور في عقلانية في عقلانية. يسجل في الدقيقة 28 في الدقيقة 28. للأمام أجري سدد استلام، هات الكاس هات الكاس، الكويت بتسجيل لهدف الدقائق بل التوالي الأخيرة. نعم العميد العميد الكويتي يأتي، العميد الكويتي يسجل، العميد الكويتي في دقائق أخيرة يقلب الموازين ويأتي بدرع الدوري من حولي إلى السالمية. نعم نعم نعم، هو نادي الكويت لم ييأس، لم ييأس رغم الوقت الكبير والتأخير الكبير. والعميد شوف يقول لصدام، شوف حديث